السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وطيوركم إن شاء الله تكون بصحة جيدة. خوتي كما راكم تشوفوا معايا وجدت السلاكات للطيور تاعي خوتي باش لكي يعدوا مرحلة غيار الريش ومرحلة الراحة في هذه السلاكات إن شاء الله. خوتي مرحلة غيار الريش ومرحلة الراحة مرحلتين مهمتان بالنسبة للطيور. إذا عدات خوتي الطيور مرحلة غيار الريش ومرحلة الراحة وخرجت منهم بصحة جيدة خوتي، هنا المربي إن شاء الله 90% يكون عنده إنتاج. الحاجة خوتي اللي لازم واحد يعتني بالطيور دياله من حيث النظافة خوتي، النظافة والأكل كما يقول لك الأكل النقي والمتوازن باش إن شاء الله خوتي نخرجوا من مرحلة غيار الريش ومرحلة الراحة بطيور بصحة جيدة إن شاء الله، وإن شاء الله نحضر الطيور تاعنا ويكون عندنا إنتاج الموسم المقبل إن شاء الله. ما بقى لي خوتي إلا وضع الطيور ديالي بهاد السلاكات كما راكم تشوفوا معايا خوتي، إن شاء الله نوضعهم حتى إن شاء الله اقتراب موسم التزاوج في هاد السلاكات إن شاء الله. وفي الأخير نتمنى لكم كل خير خوتي، أتهلاو في روحتكم وأتهلاو في طيوركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.